احنا اليوم حاضرين يعني في قطاع السياحة، هذا القطاع اللي أبى إلا أن يكرم أبطال وهران، كذلك يعني مدير قطاع السياحة اللي سخر كل الإمكانيات المادية والبشرية حتى يعني أبطالنا يكونوا في أريحية، وهذا أضعف الإيمان وأضعف شيء أن نقدمه لأبطالنا اللي فرحوا الجزائر فرحوا الشعب الجزائري ورفعوا الراية الوطنية. جي دان غران بليزير ليكيب زندالوز بور رميرسي فاصون دو رميرسي هذا الأبطال هذو، حنا فرحانين بهم ونزيد لهم ربي إن شاء الله يزيد لهم دائما لا ريوسيت. Et je crois que le tourisme est un espace de, pour récompenser ces gens-là. On est très contents de ce qu'ils ont fait et on leur souhaite encore beaucoup plus de succès. في مواعيد مستقبل ان شاء الله. نشكر مؤسسه الاندلسيات على هذا المأدوبه العشاء، على شرف الرياضيين الحائزين على الميداليات ومراتب الاربعه الاولى، امثال القرجنة كمال اللي عودنا دائما على نيل الذهب. هذا تحفيز لينا وان شاء الله يا ربي المستوى يتحسن اكثر واكثر ونجيبوا اكثر ميداليات في المحافل الدوليه ان شاء الله.